10 دقايق هذول. هلا بدنا نطلع احنا قديش كل واحدة من هذول قديش الديوريشن تبعتها؟ 60. هل هم متماثلات؟ حتى لما يصير في عندي فايرنج انجل راح يضلوا كلهم زي بعض الستة، ففي عندي فاكتور اوف 6 هذا راح يسهل علي. فبقدر انا اضرب بالستة الان وبدي اخذ انا افرج، افرج ما في تربيع مش هيك؟ شو بعمل بالافرج؟ في اوف تي او في اوميجا تي بشكل افرج بشكل عام في افرج بيساوي 1 على 2 باي مش هيك؟ من 0 ل 2 باي في اوميجا تي دي اوميجا تي، مش هذا هو الافرج؟ هلا احنا 1 على 2 باي انا راح اعملها 6 مرات فراح اضرب في 6 مش هيك؟ وراح اخذ بس الفتره من 6. فهلا عندي هون في فتره راح يكون عرضها من هون راح تكون من باي. هلا لاحظوا احنا مين اللي بنعمل انتجريشن، ار ولا ار ماينس اس؟ ار ماينس اس مش هيك؟ يعني طول الوقت احنا بنضلنا نتحرك على هاد القطعه هاي 60 درجه بدت هيك مزبوط، بعدين مشيت 30 درجه 60 درجه عرضها، مشيت 30 60 درجه عرضها، مشيت 30 60 درجه عرضها، طول الوقت عرضها 60 درجه. وعيش عمالها بتسحل، عيش عمالها سلايدنج، على مين سلايدنج؟ على ار ماينس اس مزبوط. فبالنسبه لار ماينس اس نقطه البدايه هاي كانت زيرو مش هيك؟ اللي هي بالنسبه لها قديش؟ باي على 30. هاي لا بالنسبه لار ماينس اس قديش هاي؟ 60. باي على 60 ايش هي؟ عفوا 60 اللي هي باي على 3 مزبوط. كل واضح ليش باي على 3 60 بالنسبه لشو؟ هلا احنا بالنسبه احنا مين اللي عم نعمل انتجريشن، ار ولا ار ماينس اس؟ ار ماينس اس. ار ماينس اس هاي الزيرو تبعتها وهاي بالنسبه لها 90 مزبوط. نعم مش الاوريجن الزيرو. لا الاوريجن الزيرو لمين؟ ار. لار. بس بالنسبه لا بتتذكر دائما كنا نرسم رسمه المثلث. اذا هاي بالنسبه لها 60، اذا راح ابدا انا من 60 ل 90 120 مش هيك؟ لكن لما بزيد الفا شو بصير عندي؟ طبعا 120 اللي هي 2 باي على 3 مضبوط. هلا لما بزيد الفا البدايه زادت مش النهايه بتزيد كمان؟ هاي احنا عملناها على فكره لما كانت الفا زيرو بتتذكرين اشتقنا. إذا لما بأخر أنا هاي ب 30 شو بصير بهاي؟ مش بتتأخر ب 30 كمان؟ إذا تأخرت البداية ب 1000 النهاية شو بتتأخر؟ كمان ب 1000. إذا كل اللي راح أعمله الآن هون لازم أزيد 1000 للحدود التكامل، أنا بدي أطلع معادلة عامة مش لحالة خاصة 90 أو 120 فحطيناها بالفيريبلز. راح أضرب ب 6 لأني هون قديش العرض هذا تبعه دائما؟ 60 درجة، دائما عرضه 60 درجة، ما أنا زدت 1000 وزدت 1000 زدت ألفا وزدت ألفا، فكل ما هذا بيتحرك عم بيتحركوا بس دائما عرضهم 60. لاحظوا القطعة هاي، شوف شوف من وين تحركت القطعة هاي من 60 درجة، تحركت هيك 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 وبعدين وين وصلت بالآخر؟ مش ضلت 60 درجة؟ وعلى وين عم تمشي؟ على ار ماينس اس. إذا عندي هلا ار ماينس اس قديش البيك تبعها؟ لازم أضرب في ساين أوميجا تي البيك تبعها مش هيك؟ البيك تبعها رح يكون جذر الثلاثة من البيك تبع مين؟ طبعا. اذا فرضنا انه عندي البيك تبع ار هو في، راح احطها بيك وراح احطها فيز عشان ما الخم حالي. في بيك فيز يعني هي البيك فولتج تبع الفيز اللي بدك اياه ابدا فيه، بتحب تبدا في الار ام اس واضرب في جذر التنين ما في مشكله. اذا في بيك لاين شو راح يساوي؟ راح يساوي جذر الثلاثه في في بيك فيز مضبوط؟ صح الكل واضح فاهم؟ البيك مع بيك بضرب بجذر الثلاثه، ار ام اس مع ار ام اس بضرب بجذر الثلاثه مش هيك؟ ار ام اس مع بيك بضرب في جذر التنين، بس انا هون في عندي خلص اخذت البيك مع بيك. اذا عندي راح يصير جذر الثلاثة وعندي هون طبعا هاي 2 باي لساها موجودة مش هيك؟ مش 1 على 2 باي، وهذه عندي هون في افرج. هون عندي هلا راح يصير جذر الثلاثة في بيك فيز. وهاي مضروبة في ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. لاحظوا زي ما حكينا دائما هذه دائما وحدتها راديان راديان راديان. الفيريبل اوف انتجريشن هو الزاوية لانه هذه عندي هون 2 باي من هون لهون هذه 2 باي او من هون لهون هذه 2 باي راديانز. بقدر اطلع جذر الثلاثة برا والستة على 2 بتصير 3 على باي فبصير عندي 3 على باي في جذر الثلاثة وفي بيك فيز بقدر اطلعها برا كمان في بيك فيز بتطلع عندي برا. شو ضل عندي جوا؟ بضل باي على 3 زائد الفا 2 باي على 3 زائد الفا ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. هذا كله هاي الكونستنت مش هيك؟ هلا بدنا نثبت انه هذا بيطلع معنا، اظن هذا هو حتى اللي بيطلع كوساين اي.
كوساين الفا. هلا بدنا نثبته ماشي. واضح لحد هون شو وصلنا لحدود التكامل. حدود التكامل لاحظوا بمشي بالفا بمشي اللي بعده بالفا، ما كله عم بيمشي بالفا. كل ما اغير الفا كل النقاط هاي عم تتحرك، عم تتحرك بمقدار الفا من النقطه الاصليه تبعتها. اذا الان راح امحي هذا خلص، مش هيك ما راح نحتاجه لان واضح. بس نعمل هلا ايفالويشن لهذا التكامل اللي موجود هون. اذا راح نشيل هذا راح ناخذ. هلا بدنا نتذكر لاحظوا هون في عندي هاي راح تطلع كوس. هلا هاي الانتجريشن تبع ساين اوميجا تي راح يطلع كوساين اوميجا. طيب ما بقسم على اوميجا؟ لا لا، لانه الفاريبل اوف انتجريشن هو ثيتا. هيو هذا وهذا وهذا اوكي. بدك تسميها ساين ثيتا، بدك تسميها ساين اكس، سميها ما تقسم وتضرب في اوميجا، لانه احنا عملنا الفاريبل اوف انتجريشن هو اوميجا تي مش تي. الفاريبل لو بدك تعمل الفاريبل اوف انتجريشن تي بصير، بس بدك ترد ترجع تغير هذول. يعني بدك تكون كونسيستنت. اذا هون استعملت ثيتا 1 وهون ثيتا 2 بده هذا يكون ساين ثيتا دي ثيتا. بدك تعمل ساين اوميجا في تي دي تي، شو بدنا نغير هون؟ هذا بده يتغير، بدي احط البيريد اضرب في البيريد واقسم على البيريد، مش هيك؟ بدي اغير لزمن، هذا بدي اغير لزمن. هلا هذا راديان وهذا راديان وهذا راديان وهذا راديان. اذا بدنا نذكر حالنا، او خليني اكمل هلا هاي. هلا هذا كله راح اتركه احطه على جنب، هي واضح انه هذا مضروب فيه. راح ركز على هذا الجزء من هون. هذا الجزء راح يصير عندي الان ماينس كوساين اوميجا تي، وحدود التكامل هي باي على 3 زائد الفا 2 باي على 3 زائد الفا، مش هيك؟ مزبوط. وفي الكونستنت هذا راح نضربه، راح نرجعه بعدين بس نخلص. بس خلينا نعمل هلا ايفالويشن لهذا الجزء. هذا راح يصير عندي كوساين اي بلس بي، مش هيك؟ فراح يصير عندي الان ماينس كوساين 2 باي على 3 زائد الفا، بعدين ماينس ماينس مزبوط بلس كوساين 2 باي على 3 زائد الفا. كوساين اي بلس بي شو بيساوي؟ كوساين اي كوساين بي ماينس ساين اي ساين بي مزبوط. فبصير عندي هلا هون ماينس، جوا راح يصير عندي كوساين 2 باي على 3 كوساين الفا ماينس ساين 2 باي على 3 ساين الفا مزبوط. الكل متذكر اللي زائد عندي هون، هاي زائد. وراح يصير عندي هلا هون نفس الشيء، بس بدال باي 2 باي على 3 راح يصير عندي باي على 3 كوساين باي على 3 كوساين الفا ماينس كمان ساين باي على 3 ساين الفا. نذكر حالنا بالزوايا البوزيتيف والنيجاتيف، هون كلهم بوزيتيف وهون مين البوزيتيف؟ ساين تان كوساين باي على 3 وهي 2 باي على 3 مضبوط. اذا هاي الكوساين هذا رح يكون نفس الكوساين هذا بس مضروب في ماينس، لانه هون الكوساين مش بوزيتيف، الكوساين هون نيجاتيف. تمام. اذا محل كوساين 2 باي على 3 بقدر احط كوس ماينس كوساين باي على 3 مضبوط. اللي بدي استنتجه انا من هون انه عندي كوساين 2 باي على 3 يساوي ماينس كوساين باي على 3 مضبوط، لانها هي 180 ماينس مضبوط. بس الساين مساوي، الساين هون بوزيتيف مضبوط. اذا محل هذه الان راح اخلي الماينس برا، محل كوساين 2 باي على 3 ايش راح احط؟ ماينس كوساين باي على 3 مضروب في كوساين الفا. وعندي هون الماينس راح اخلي الماينس جوا. هلا هاي راح تصير نفسها مضبوط، فراح تصير ساين باي على 3 ساين الفا من هون زائد، هاي راح تضلها كوساين باي على 3 كوساين الفا ماينس ساين باي على 3 ساين الفا. ندخل الاشاره هاي الماينس جوا، راح تصير هاي بلس وراح تصير هاي بلس مضبوط. هاي نفس هذا التيرم مضبوط، بس هذا اشارته وهذا اشارته بوزيتيف، هذا راح يشطب مع هذا، هذا وهذا نفس الاشاره صاروا. فصار عندي 2 كوساين باي على 3 كوساين كوساين ال 60 بيساوي ساين ال 30 نفسه مش هيك؟ نص اللي هو نص. فبصير عندي 2.5 كوساين الفا تساوي كوساين كوساين الفا لوين بتنضرب؟ فصار عندي هلا في افريج. اذا بدك اذا بدك حطها في افريج از ا فانكشن اوف الفا تساوي 3 جذر 3 على باي في بيك للفيز فولتج مضروب في كوساين الفا. والفا تعريفها هي الزاويه اللي هي 30 درجه بالنسبه لار او 60 درجه بالنسبه لار ماينس.
minus s. إذا هاي هون عندي هاي r minus s كانت هاي النقطة اللي هي 30 درجة بالنسبة لr أو 60 درجة بالنسبة لr minus s. إذا فعلا هي بتناسب مع cosine alpha.